مساء الخير اعزائي المشاهدين اهلا بكم في برنامجنا ستايل مع سماح كل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول شهر رمضان وحشتونا طبعا كتير بس كانت ظروف خارجه عن ارادتنا في البرنامج معاكم النهارده ان شاء الله هنتكلم عن عن فعل الخير كل سنه وانتم طيبين مساء الخير استاذ محمود مساء الخير يا فندم اهلا بحضرتك اهلا بسيادتك كل سنه وحضرتك طيب حضرتك طيبه منورنا ميرسي لزوجك آه، استاذ محمود حابه حضرتك آه، تكلمنا عن نفسك آه، ازاي جات لك فكره آه، انشاء الجمعيه الاول قبل ما اتكلم عن نفسي بشكر آه، البرنامج والقائمين عليه والمعد وسيادتك احنا بنشكر حضرتك تحتوي لي الفرصه ان انا اطلع واتكلم تنور عشان اهني الامه الاسلاميه بالكامل بعيد برمضان شهر رمضان الكريم واهني <applause> الرئيس رئيس الجمهورية عبد السيسي وكل البلد كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب يا فندم حابة حضرتك تكلمنا عن جات لك ازاي الفكرة ان انت تنشئ الجمعية و... وبتساعد الناس ازاي؟ والله الفكرة اللي جاتني ما كانتش بمحت الصدفة تمام انا في يوم من الايام جاتني بيتي شنطة رمضان تمام كانش في عندي ولا شركه ولا جورنان ولا ده ولا ده ولا ده تمام طيب. فجاتني شنطه رمضان جاتني البيت فطبعا فرحت وكنت في منتهى السعاده الحمد فحاولت لله. ان الفرحه اللي انا شفتها وحسيتها اشوفها في عيون الناس الباقي ما شاء الله الحمد لله دايما يا رب في الخير ان شاء الله الله يخليك يا استاذ محمود في ناس بتساعد يعني اهل المنطقه بس هل انت برضو نفس الموضوع ولا يعني في ناس مثلا تقول لك لا انت مش منطقه شبرا مش مش هساعد حد انت مش من كده فحضرتك بتساعد كل الاماكن وفي ناس بتساعد يقول لك مطلقات بس او ارامل بس هل حضرتك برضو كده هقول لسيادتك على حاجه تفضل انا دلوقتي على الهوا والكلام اللي انا أقوله انا اسف مش مخفي لدي تمام. الدوله ولدي الناس تمام جمعيه الباصة الرازق للمساعدات الاجتماعيه وتنميه المجتمع المشهوره 79 71 على مستوى الجمهوريه على الكلام اللي انا اقوله سيادتك ده من الواقع ويا ريت سيادتك تشرفينا او اي حد من القناه يجي على ارض الواقع ويجي للجمعيه اكيد انا عندي جنوب كلها وشمال عندي من المحافظات يعني في ناس مثلا ساكنين في السيده زينب من المنيا من بني سويف ناس عندي من, من العياط ده حقيقي ده حقيقي سيادتك في مستندات ليهم يعني كل اسره ليها فايل تمام وانا اسف الجمعيه عندنا ما بتقولش ولا مسلم ولا مسيح كل الله. واحد وحده وطنيه اه والله الحمد بالله أوه. انا عندي حالات مسيحيين مصدقاك واكثر من اخوات ليا الله فاللي انا بحسه طبعا هم حبايبنا واخواتنا الحمد هو... لله الحمد أكيد لله طبعا يعني فالاسر دي انا بعتبرهم اهلي تمام اهلي انما كون مثلا التزم بمطلقات او ارامل او ايتام انا اسف ما في عندي زوج احتياجات خاصه ايوه آه في ناس واحد انا اسف سوري في ست جوزها شغال بس معاق أيوة جوزها شغال ومفيش شغل صح. ما بيشتغلش طب الناس دي انا اسف لما الكل يقفل بابه في الشهر ايوه هيروح لمين لا عندك فانا جمعيتي مفتوحه لاي حد يعني كمان ممكن تساعد حد ظروفه كمان يعني هو بيشتغل بس الظروف مش حلوه معاه عادي طبعا ما جزاك يعني الله خير يا استاذ الاول احنا شايفين احنا داخلين موضوع كورونا من السنه اللي فاتت أيوه وكتر فعلا. الف خير والرئيس عبد الفتاح السيسي اه طبعا ان يعني معاي. عدنا من المرحله دي على, على الاقل اللي. احسن من اي دوله الحمد لله الحمد, الحمد لله. لله, ربنا يجعلك في ميزان حسناتك ان شاء الله يا استاذ محمود الله يخليك يا ست كل ميرسي لزوجك ربنا يخليك استاذ محمود اهل الخير طبعا لما بي يعني بيقول لك المؤسسه هل حضرتك بتديهم ورق ومستندات ان انت استلمت أه طبعًا. منهم حاجه يعني أه طبعًا. لو في تبرعات بتيجي مثلا لحضرتك أه. حضرتك بتدي يعني بتدي وصل او بتدي حاجه ان هم فعلا ساعدوا معاك هقول لسيادتك على حاجه أنا. اتفضل اولا ده مش بمزاجي تمام أنا في حاجه اسمها الشيوم بتحاسبني ايوه فلازم انا اسف ياخد ايصال ومختوم اذا كان عيني او مادي بس تمام. انا عندي حاجه ظريفه جدا اي متبرع بيجيني بيقول لي مثلا انا عايز اجيب شنط عايز اجيب كراتين عايز اجيب لبس تمام اقول له يا ريت سيادتك تجيب الحاجه تاخد ايصالك تاخد كشوفاتك تقعد توزعها بايديك الله. ليه على الاقل هيشاركني الثواب ايوه طبعا أكيد. على الاقل هو قاعد هيلاقي طفل يتيم أيوة. يشكره او ست تقول له روح الله يبارك لك ايوه انا اسف زي بعض انا بحب تلقائي في كده كده طبعا طبعا اتفضل براحتك براحتك ف... اللي بيجي عشان يتبرع باي حاجه والله جايب مواد غذائيه او جايب اي حاجه عينيه يا عم ايوه ايوه اتفضل سيادتك وزعها بايديك واستلم ايصال أيوة. وكشوفات كمان بارقام تليفوناتهم ممكن من السهل جدا ان هو شاف في حاله مثلا معينه عايز يساعدها اكتر أيوة. فتبقى عنده الداتا بتاعتها أوه. بدل ما يلجا لنا تاني تمام. ما منه للحاله على طول صحيح صح كده تمام ربنا يجازيكوا خير طبعا الله يخليك يا ست الكل آه، استاذ محمود معلش آه، في ناس كتيره آه، بتتبرع طبعا يعني ربنا يجازيهم خير ويجازي حضرتك بيتبرعوا بس في شهر رمضان انا طبعا مش بقول على حضرتك انا بتكلم عامه طب ليه ما في ناس كتير طول السنه بتبقى ظروفها مش يعني مش حلوه طبعا وظروف ضيقه زي ما انت قلت وحاله كورونا بقالنا فيها سنه وشويه كده. فليه مثلا ما نفكرش ان احنا آه اللي ربنا اعطيه الحمد لله خير يقدر يساعد الناس طول السنه لا انا بدل ما يعني فضل. يبقى في مناسبات بس انا اسفه طبعا انا بسال حضرتك السؤال ده بس انا هتكلم عني انا شخصيا تمام. عن جمعيتي جمعيه تمام. البسط الرزق آه المناسبات شهر رمضان انا اسف يعني هطول عليك شويه في الكلام لا اتفضل شهر رمضان اسمه شهر الكرم والخير تمام اي حد حتى انا اسف الاخوة المسيحيين ايوه طبعا بيساعد المسلمين والمسلمين يعني احنا و اللي انا عايز اوصله لك ان احنا واحد اه طبعا ماشي شهر رمضان بيبقى خيره كتير مش أيوة بمزاج اي حد ده خير ربنا سبحانه وتعالى طبعا خير ربنا علينا كلنا ماشي جميعا انا كجمعيه عندي مناسبه مثلا شهر رمضان ببدا توزيع انا اسف من شعبان لغايه اخر رمضان بسم الله ما شاء الله بس بقتصر يوم 25 من 25 لغايه يوم واحد لغايه يوم 30 تمام. توزيع ملابس بس انا اسف مش للاسر اللي عندي لان انا عندي الافات للايتام اه. لذوي الاحتياجات الخاصه تمام. في مثلا مدرسه عندنا في السيده زينب قوتها بتاع 200 اسره لا ثواني بس نقف عند النقطة دي معلش يعني حضرتك كمان في, في آخر رمضان أو في نص رمضان تقريباً اه. بتوزع كمان لا لبس لا للأطفال يوم 25 لبس كوتشيات حسب ما ربنا سبحانه الله وتعالى يكرم. تمام. وكله من جم... يعني من اصدقاء ليا. من, من فضل ربنا طبعا الحمد لله كلنا من فضل ربنا. باجي يوم 30 الكاست كل اللي شغال. اه. تمام. المتطوعين اللي شغالين معايا. طب استاذن معي. حضرتك معانا فيديو لحاله أصحاب تحت امر اتفضل تمام. السلام عليكم انا ايمن دول ولادي آية حبيبة وشهد وحنان ودي مامتهم آية حضرتك أنا من يوم ربنا كرمني بيهم وهم يعني مولودين كده التعب اللي عندهم ده بيوصل, بيوصل عندهم إشار بيبدأ عندهم في الشهر السابع بيبدأ النمو بتاعهم يقف بينزلوا من بطنهم أول مرة من أول آية وحبيبة ما كناش عارفين يعني السبب إيه في شهر الدكتور قال لنا الدكتور قال لنا الجنين اللي فضل الام ده هيطلع زي أخوته بالظبط من الشهر السادس او الشهر السابع فقال لي ممكن تنزله فانا استحرمت انزل والحمد لله رضيت بقضاء الله وقلت الحمد لله رضينا يعني رضيين بقضاء الله وربنا كرمنا باحمد وربنا كرمنا باحمد كويس عنده 10 سنين دلوقتي في سنه خامسه <تضحك> <تضحك> أنا <تضحك> يعني الشقة الشقة <تضحك> وانا انا دلوقتي قعدت من شقه حرام جديد من شقه الشقة، بس كانوا كل الايجار بيغلى كل الايجار بيغلى وانا قاعد دلوقتي في شقه حماتي الله يرحمها قعدناها اللي في قاعد فيها اخو مراتي وانا قاعد دلوقتي مع اخو مراتي في الشقه نفسي في شقه يعني نفسي في مسكن ليهم بتاعهم ما ادفعش في ايجار ما حدش يخبط عليهم نفسي في مستقبل ليهم هو أه ده اللي انا من ربنا سبحانه وتعالى بياخدوا علاج العلاج بتاعهم بيعدي ال 2000 الاربع بنات دول بيلبسوا الاربع بنات بيلبسوا بامبس وعندهم ضمور في المخ وعندهم ضمور في الجهاز التناسلي ما بيتحكموش في حاجه هم بيناموا ازاي الطبيعيين يعني مش بيناموا بصفه مستقيمه استاذ محمود بعد ما شفنا الفيديو ايه رايك في الكلام دوت دي ناس ظروفها برضو انا اسف احب اقول لسيادتك معلومه بس ومعانا مداخلة تليفونيه والد الاطفال دي مش اسره واحده دي اسر أيوه. والحالات دياتي مرت بس دول اربعه كتير. ما شاء الله يعني ربنا يقدر مامتهم وباباهم على المعيشه ما انا بقول لسيادتك انت بتتكلمي على اسره أيوه. انا بقول لسعادتك على مئات او آلاف, الاف الاسر وحاجه أيوه. انا لامسها عندي في الجمعيه دول بيهم قوي هم فعلا بنات كويسين جدا ودول من فضل ربنا, ربنا على باباهم ومامتهم ان قادرين يساعدوهم يعني. فربنا المساعد للجميع يا رب يا رب معانا مداخله تليفونيه الوالد اتفضل السلام عليكم, عليكم السلام وعليكم السلام بركاته. ورحمه الله وبركاته يا حاج ازي حضرتك ربنا... الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب وانتم طيبين وايه البنات الجميله دي ربنا يخليك عينك ربنا عليهم ان شاء الله ربنا... ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ربنا يسترها معاكم ربنا يخليك بدون عياط عشان, خاطر ربنا. عشان يعني خاطر ربنا يعني احنا ربنا. كلنا اخواتك وهم بناتنا طبعا ومش هنسيبك إن شاء الله والله بس والله حد... كلنا من فضل ربنا عنك. مش هنسيبك ربنا يخليك يا أستاذ سميح يا رب ربنا يخليك يا أستاذ اتفضل اتفضل إيه، أنت أنت بتحتاج إيه ليهم؟ بتحتاج إيه ليهم؟ ضروري قوي معاك إيه؟ لا طبعًا الأربع بنات دول بيلبسوا بامبرز تمام حفلات كلها طول طول الشهر تمام غير العلاج بتاعهم ساعات يعني ساعات بجيبه ساعات في ساعات بتزنق فيه برضه ايوه آه بيحتاجوا طبعا اكل معين تمام آه مصاريف خاصه بيهم ما بيروحوش حته الا لما بيركبوا مواصلات او تاكس ايوه لكن ما بعرفش اركب بيهم مواصلات عامه ايوه لان, لإن بصراحه بتبهدل بيهم يعني لا لا احنا ما نرضاش طبعا البهدله وكلنا اخواتك ما تقلقش وهم بناتنا ان شاء الله والله ما بيروحوا مكان غير يا اما مواصله مواصل خاصه بيهم الله يعينك عليهم يا اما لو علاج طبيعي يا اما حتى لو ايرانيين ان شاء بقول لك طالعي. ايه يا استاذ اتفضل اسمع استاذ أيوه. محمود معانا كل سنه وانت طيب أيوه. الاول ربنا رب يحفظك يا فندم يا رب اولا انا حاب اقول لك احنا في بلد كلها خير طبعا <applause> الحمد لله الله يخليك ثانيا هتعزمنا على الفطار انت انا هاجي عندك باذن الله الاسبوع الجاي انا والاستاذه آه واي حبه اي حد حابب يجي معانا ان شاء الله هفطر عندك الاسبوع الجاي واستاذنك تسيب تليفونك وعنوانك انا اللي هجيلك لغايه عندي انت ما انت ما تجيش ربنا وعنوانك في الكنترول ربنا يخليك محمود, محمود عشان ما تقولش ان حد مثلا بيتكلم كده انا اسمي محمود ومن السيده زينب احسن ناس طبعا من السيده زينب ربنا يخليك يا محمود ألو على راسنا على راسنا سيب الانواع في الكنترول وانا تحت امرك هنيجي نفطر مع بعض كلنا عندك اطمن يا استاذ ايمن واحنا معاك ان شاء الله بعد ربنا وتقول يا رب ما تقولش يا عبد ربنا يا رب تقول يا رب ربنا مبسوطين بالمداخله دي ربنا معاك ان شاء الله شكرا وربنا يوفقك وربنا يشفي كل مريض ويشفيهم بحق جاي النبي يا رب اسر كتير شكرا أسر. يا استاذ محمود اه فعلا أسر بس اه هو طبعا بيقول عشان ما حدش بعد كده يقول طب هي جابت اول طفل وتاني طفل لما هم تعبانين فهي بيبقى غصب عنها بتكتشف الموضوع ده في الشهر السادس او السابع عشان ما حدش بس يقول لا حرام طبعا ربنا يخليهم لها فطبعا انا سعيده ان حضرتك تقدر تساعدهم ان شاء الله وإن شاء الله, وإن شاء الله مساعدتي اليوم الاول ان انا اشوفهم إن وافطر معاهم نفطر سوا مع بعض اكيد اكيد وأشوف إن شاء طلباتهم الله. ايه واللي ربنا فينا. هيقدرنا عليه ان شاء, إن شاء الله. الله ربنا يجازيك خير الله. يا رب الحمد والحمد يا لله محمد. انا ليا اصدقاء كتير بيحبوا آه بيحب الحاجات دي ايوه بينبسطوا. كلنا بنحب الخير يا ريت كلنا نساعد بعض يا استاذه محدش يقفل على على حاجه انا ما كملتلكيش حديثي اتفضل انا باجي من يوم 25 لغايه يوم 30 زي ما قلت لحضرتك بوزع ملابس طب بس احنا مش, مش هننسى مش هننسى حبيبه واخواتها اللي هم كانوا معانا حاليا لا ده باذن الله الاسبوع الجاي انا رايح لما لهم لما هتشوفهم هنعرف وبعد كده مشوار العيد ده ومشاورهم كلها ان شاء الله في يد ربنا وفي مجموعه من اصدقائي ربنا يبارك دي حاجه انا يعني قلت خير. لسيادتك كمان ان انا بنيجي يوم 25 الكاست عندي كل الناس اللي شغاله معايا بيسهروا لغايه بعد الفجر أيوه. بنات ورجاله انا اسف أيوه. بيعبوا حاجه اسمها كيس كده مكتوب عليه كل عام وانتم بخير في عصير أيوه. في لعب في أيوه. عدية آه في شباسي في بالونات ده العيد اه بالظبط كده كنت سيادتك كبير باجي كل الحمد لله على مدار 13 سنه الموضوع ده أيوه. في العيد الصغير والعيد الاضحى دايما في عيد الفطر وعيد الاضحى دايما باجي في ميدان السيده زينب لدرجه ان الميادين بتقف بتتقفل أيوه. ايوه طبعا بيساعدني في كده طبعا ايه آه الحي بيكونوا موجودين بيكون مساعد وزير الداخليه موجود بيكون مامور الاسم أيوة. انا اذكر قبل الكورونا كان موجود العميد محمد مصطفى حد محترم جدا برضه بيخلي الكاست اللي بيشغال تمام. بينظم المرور و بتتوزع الحاجات دي ودي جي شاء و... الله عليكم ونظام خلي بالك على الريس ومعرفش ايه كل يا رب. في... سيادتك وانت بتمسكي كده مش هقول لك ولا كيس من الله وزعه انا اسف بسكوتة صغيرة اه طبعا ده بالكلمة كلمة الحسنة لو طبعا لو مشيت ايدك على دماغه ايوه طبعا اكيد هي دي هي دي مصر مش, مش انا هي دي مصر والمصريين ربنا يجازيكم خير طبعا الله يا رب الكل وقبل ما انسى طالما جبت سيرة السيدة زينب أحسن بشكر اسم طبعا اسم على فكرة بنحب السيدة ست. زينب طبعا بشكر اسم السيدة زينب من اول عسكري على الباب الى المامور الى السيد رئيس المباحث على وفاتهم جنبنا انا قلت سيادتك بس العميد محمد مصطفى اتنقل دلوقتي بس برضه أيوة. لازم اديله حقه أكيد. الراجل كان بيوقف كل صلاه عيد مشكور زاد الرايد عمرو طلال حد محترم جدا مشكور زاد طبعا. رئيس الحي فالحمد لله المناطق الشعبيه مكتظة بالناس الطيبه ايوه بالروح الحلوه دايما يا ويا ريت مصر كلها تبقى اماكن شعبيه يحبوا <applause> بعض الله اه اكيد صدقيني. طبعا لازم نحب بعض صدقيني انا بوصل رساله انا اسف من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج ان اجمل شيء لو حبينا بعض صح البلد صح. دي الدنيا هتبقى حلوه صدقيني اقسم بعزه الله وجلالته هتبقى احسن بلد في العالم وهي احسن في بلد الدنيا طبعا وهي احسن بلد اكيد بس هتبقى في ازدهار اكتر واكتر واكتر لو احنا حبينا بعض وخوفنا على بعض ورجعنا لايام ايه. امي وامك تمام طبعا انا مداخله معانا مداخله اتصال استاذ عصام اتفضل اهلا بيك اهلا بحضرتك اهلا بيك استاذ عصام اتفضل حضرتك أهلا كل سنه وحضرتك طيب كل سنه وانت طيب وحضرتك طيب اتفضل اهلا بحضرتك ممكن حضرتك بس توطي صوت التلفزيون عند حضرتك ماشي ماشي اتفضل ماشي ماشي, ماشي حاضر معاك استاذ عصام اتفضل اهلا وسهلا اهلا بحضرتك كل سنه طيب وحضرتك طيب يا استاذ عصام اهلا بيك اهلا اتفضل صح طيب. السلام أهلاً. احنا سامعينك اتفضل شكرا استاذ عصام طيب اتصل بينا تاني استاذ محمود دلوقتي عايزين نعرف بس من حضرتك ان في ناس معلش يعني انا اسف اللي هقوله لما بتيجي توزع حاجه رمضان او او تعمل خير في ناس بت يعني يعني بالبلد دي كده بيزعقوا بي مش بي يعني مش بيعملوا الناس كويس ليه هقول يعني سؤال. أنا أعرف إن لازم يبقى هو صبور يعني عنده تحمل يفهم الناس يسمع الناس لا أنا بشوف حالات بجد أنا شفت حالات بعيني وده طبعا بيزعل واحد جدا مش مش كلهم معظمهم بيزعق وليه؟ ليه؟ هقول لحضرتك لي أنا هتكلم اتفضل. عن نفسي اتفضل أنا آسف ماليش دخل بأي حد تاني تمام أنا ليا حوالي 13 14 سنة في العمل الخيري م. قبل ما أسس الجمعية كنت بوزع من الشركة عندي أيوة بس كانت الأسر محدودة عندي <applause> لما طبعا العدد زاد وبقى لفات طبعا أسست ليه الجمعية آه عايز أوصل لسيادتك رسالة أو معلومة معينة طمع. من المفترض إن أي حد بيتعامل في العمل الخيري أو قائم على عمل خيري لازم يكون صبور للغاية لازم يكون صبور للغاية بس في نقطة أولى لسيادتك في نوعيات أنا آسف انا فاهمه اللي حضرتك بتقوله مستفزه حضرت بتقول. انا فاهمه والله نوعيات مستفزه يعني انا مثلا عندي نظام في الجمعيه الفرد غير الاربع افراد غير الخمس افراد غير الاسره الكبيره يعني ممكن تجيني فرد شايفه انت حضرتك مثلا خمس افراد مديك حاجه ازيد تقول لك اشمعنا ولو سمحت وبرضه خلي بالك بتيجي عمليه زحمه بيحسسوا الواحد ان الحاجه دي خلاص هتيجي وتخلص لا يا أخوانا طالما انت مثلا اسف متصل بيكي او طيب. بون انا الحمد لله ماشي بنظام جميل جدا الحمد لله آه في كرنات بتتعمل للحالات عندي آه في بونات بياخدوها قبل الصرف عشان الازدحام برضه عشان موضوع كورونا طيب. والكلام ده كان من زمان طيب. بس في ناس فعلا في لو ما انا اسف في بعض الحالات ممكن يستفزوا اللي قائم على عمل خير ايوه بس الحمد لله بس لازم نصبر على الناس عشان فعلا الناس بتبقى مستنيه اليوم ده انا اقول لسعادتك و... على حاجه انا آه ممكن سيادتك هتشوفي بعينيك لو جيت الجمعية إن شاء الله أنا آسف أنا هيكي. كلمة بقولها أنا حصل لي موقف السنة اللي فاتت مشيت واحدة سكرتيرة عندي تمام عارفة ليه؟ زعلت حد زعقت صوتها عالي لوحدة وقطعت لها صورة البطاقة لا ما ينفعش طبعا كلمتين في وسط الناس طالما أنت زعقت لها بقى أنا آسف كله في ميزان طبعا ربنا يوفقك قلت لها أنت وأنا صاحب المكان ده ورئيس مجلس إدارته شغالين عند الناس دي ربنا يبارك لك دي حقيقة طيب. سيادتك هتيجي وتشوف وتسألي بنفسك وتطلع على الأوراق اللي موجودة طيب وتطلع طيب. على الحالات بنفسك طيب ناخد اتصال تليفوني تفضلي اهلا وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ اهلا استاذ محمد استاذ الجميل كلها ربنا يخليك ربنا يخليك يا استاذ محمد انت اللي منور وكل سنه وحضرتك طيب ربنا يخليك المكالمه الجميله دي انا مبسوطه جدا طبعا يا فندم انا فرحان بالحلقه والله ربنا يخليك ربنا يخليك انت ابو الخير كله طبعا يعني معروف ربنا عنك ربنا يخليك نبات في الغلابه طبعا محمود. الله يخليك يا الله يبارك الله يخليك الاعلامي الاستاذ محمد, محمد منور الدنيا الله يخليك يا محمد بيه كل سنه وانت طيب الله يبارك احنا لازم أه. نتواصل معاك طبعا يعني اكيد ربنا يخليك ربنا يخليك يا استاذ الله يبارك ان شاء الله ان شاء الله اتفضل يا استاذ محمد اتفضل انا عايز اقول بس محمود أستاذ محمود يا ريت والله العظيم الناس كلها تبقى زيك كده ربنا الله يبارك لك <applause> اه والله خلي بالك انا بحب ما بحبش اتكلم بالنحوي يعني ايوه طبعا, طبعا ما اصلك ما انا زي حالاتك والله برضه يا استاذ محمد اه اه طبعا سيده زينب معروفه يعني طبعا الله يخليك يا سيدي اه سيده زينب معروفه بلد الكرم وبلد الجود وربنا يخليكم لنا ويخليكم للغلابه بس الله يخليك وربنا يكرمنا جميعا ويحمي البلد دي احنا كلنا غلابه يا استاذ محمد اه والله ما حدش بيساعد حد يا موحه في ناس كتير أستاذ يعني ربنا بتتلم. اللي يعلم الكلام ده احنا ربنا هو اللي بيساعدنا احنا كلنا فعلا غلابه بجد انا هضم صوت لصوتك يا استاذ محمد يا فندم ده انت على راسي الله يخليك وهو على راسنا والله يا استاذ هقول كلمه ربنا يخليك ودي الصراع. اللي ربنا ربنا اللي هييسرها ان شاء الله اي حالات من اي منطقه من اي منطقه مش السيده زينب من حلوان من باب الشعريه من مصر القديمه من دار السلام كل المناطق دي انا عندي حالات منها ربنا يبارك اي ربنا يبارك حد محتاج حاجه تليفوني وعنواني موجود في الكنترول يا فندم ربنا يبارك لك وبعدين اقول لك على حاجه معاك يا محمد بيه معاك وخليها على الله يا محمد بيه استاذ محمد بنشكرك جدا عشان وقت الحلقه انت حضرتك عايز حلقه لوحدك بجد وشرفتنا باتصالك ميرسي خالص استاذ محمد استاذ محمود نصيحه اخيره بقى للناس اللي بيعملوا اعمال خيريه لان الوقت معانا خلاص تفضل نصيحه اخيره للناس اللي بتعمل اعمال خيريه تمام هي مصر كلها في شهر رمضان كلها بتعمل خير الحمد لله دايما يا رب ماشي دايما انا بتكلم يا جماعه لو واحد في شارع حاسس ان في عنده اسره محتاجه وقادر يساعدها يساعدها ايوه مش تحت شرط انا اسف يودي تبرعات أيوة انا أيوة. مش تحت شرط يودي تبرع للجمعيه حاجه بسيطه طبعا اللي حابب انا بتكلم عن نفسي اللي حابب انا اسف شكرا استاذ محمود وشرفتنا وحابه من هنا بقول للاستاذ محمد الملكي الف مبروك على الخطوبه وعبال الزفاف ان شاء الله زميلنا العزيز ونشوفكم ان شاء الله الحلقات الجايه باذن الله كل سنه وانتم طيبين